مصممة الأزياء شروق العتيبة، مرحب فيكي ببازار الريم. عندك شغلات كتير حلوة، خبرينا عنها. أنا طبعاً أحب أي شيء يونيك، أي شيء إنه شغل في اليد أنا أسويه. أنا ديزاينر، صممت هذا المبخرة على أساس إنه ما تنحرق العبايات الملابس، ممكن الوحدة تحط ميك اب وتعلق عليها عبايتها وكل شيء، آمنة كثير، الفلاورز ضد الحرارة، وبنفس الوقت في ماجنت يمسك المبخرة عشان ما تطيح، ماجنت، وهاي ثابتة، القاعدة ثابتة، وهاي فيها ماجنت يعني ممكن تحطها هيك، وبعدين تفك هذه لما تخلص التبخير تنظف هاي وترجعها. هلا هيدي انت ماخذه فيها، فيها براءة تصميم، براءة اختراع، براءة تصميم، اول تصميم بيكون هيك بهالطريقة. بالضبط. حلو جميل. وانت مصممة ازياء وعبايات، هذا تصميمي كمان. هذا تصميمي كمان.